رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على الحدث اكيد بعد ايام كاس افريقيا للامم، الحدث اللي استنوا فيه كل الافارقه. البارح كان معنا بالتليفون زميلنا الاعلامي المصري بلال السيسي، كنا حكينا على منتخب المصري، اليوم حابين نحكيو على منتخب الجزائر الشقيق. البارح كان حطينا في العنوان نتاع الفيديو قعدتوا تشاهدوا فيه على توا في صفحتنا في فيسبوك، منتخب الجزائر يوجه رساله قويه للمنافسين بعد فوز ثلاثيه البارح على واحد من عمالقه افريقيا منتخب غانا. معنا بالتليفون زميلي مؤمن ايت قاسي. مؤمن اهلا بك. السلام عليكم اسلام، مساء الخير لكل متتبعي قناتكم. توافقني في التيتر اللي حطيته مؤمن ولا؟ والله بكل صراحة نعم، لأنه اليوم لما تشوف أن في المنتخب يعني في تعداد المنتخب الوطني لم يكن هناك يعني أربعة أساسيين على الأقل، هم بالعمري في الدفاع، فيه كذلك في خط الوسط ثنائي فغولي وبن ناصر، وتعرف الوزن هذا اللاعبين، وكذلك رياض محرز في الهجوم. صحيح أن فيما يخص المنتخب الغاني ربما يعني فيه فوات في الأهداف يعني سجلها الفريق الجزائري فيما يخص هدف والناس وهدف عطال، ولكن شفنا ان المنتخب الجزائري بعد التخوف الكبير اللي كان عندنا فيما يخص اصابات كورونا، لاعبين اللي ما لحقوش يعني اللي ما التحقوش بالمعسكر في الوقت اللازم، لكن شفنا انه حضور قوي ورغبه كبيره في الدفاع عن اللقب. اليوم نستطيع ان نقول على من يريد الفوز على الجزائر راح يتعب كثير كثير خويا اسلام. منتخب غانا كان كامل الصفوف، ما كانش منقوص. والله تقريبا نعم، حسب المعلومات اللي استقيناها من الدوحه فيه كل منتخب تاعو بمدربه الشهير ميلوفان رايفاتش الذي وصل معه الى الربع النهائي كاس العالم هكذا اظن اسلام. دونك اليوم نقدر نقول انه غانا ربما فريق اون بلان ريكونستركسيون، يعني هو في صدد إعادة منتخب قوي، ولكن يبقى غانا تبقى غانا تعرف جيدا هم النجوم السوداء الإفريقية كلهم، يعرف برازيل إفريقيا، ولكن القوة الجزائرية اليوم في التشكيلة، في صحيح فيه نجوم، فيه لاعبين يلعبوا في أعلى مستوى، لكن تحس أنه هذه النجومية اللي روليغي أو سيكون بلون، يعني تهبط مستوى ثاني بعد المستوى الأول. ماذا هو يعني سي ليكيب سي الكوليكتيف، تحس ايضا انه روح المجموعه حاضره اخويا اسلام، تحس ايضا حتى رغم الغيابات اللي سميتها ما تاثرش الفريق، رغم الغيابات مهمه يعني. لا اكيد اكيد اسلام، اكبر يعني نقطه ايجابيه نخرج بها هي 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 هي, هي رغم الغاء المباراه الاولى من غومبيا الى انه فيه البدائل، يعني بالماضي البارح قدر يتوقف على بعض البدائل مثل اللاعب زورغان، الشاب زورغان الذي يلعب في شارلوروا، وكذلك هذه كونفيرماسيون تاكيد اللاعب زروقي الذي كان رجل المباراه بامتياز، وكذلك حلول اخرى في وسط الميدان كبولحيه او سعيد بن رحمه الذي كذلك كان له مردود جيد لما دخل هو وبولحيه لاعب افزيمات. يعني نظن ان اليوم بالماضي راح يكون في حيره حتى باش يدير التشكيله الاساسيه، خاصه بعد رجوع كل من محرز فغولي المصاب. نحب نسال على اللاعبين اللي يهمونا، وانت كنت تحكي على بالعمري، عبد القادر بدران ظهر لي قاعد يكونفيرمي من مقابله لمقابله انه يستحق مكانه في المنتخب الجزائري. المنافسه مع بالعمري صعيب يفتك معاه مكانه والا كل شيء ممكن؟ والله كل شيء ممكن اخي، انا بهرني اللاعب هذا بكل صراحه، تطور كثير، اصبح لاعب ممتاز، اصبح لاعب قوي بدنيا، صراعات كبيره، وتصور اسلام يعني الميزه اللي عنده عبد القادر بدران، انت كنت في كاس العرب، كل يعني كل مره يتبدل العكس، يعني وسط الدفاع يتبدل، دائما عبد القادر موجود. صحيح. يعني ايه دائما مع سواء مع طهران، سواء مع توغاي محمد الامين، سواء مع بالعمري. نحسوا مؤمن اللي جمال بالماضي يثق فيه، عطاه فرصته، واللاعب كان في صحيح. المستوى، دونك صعب شويه المهمه نتاع الاختيارات الجمال على جمال بالماضي ظهر لي. نعم صعب عليه الاختيارات، خاصة خويا اسلام شوف لما تشوف مع جمال بالماضي تشوف الاحسن يلعب، هذه مفروغ منها. بغداد لما كان يسجل اهداف، اسلام سليماني صحيح انت احسن هداف في تاريخ المنتخب الوطني، ولكن بغداد في فورمة احسن منك، هو يبدا المباراة ما فيهاش نقاش. ياسين ابراهيمي احسن لاعب افريقي مرة او مرتين، واحسن لاعب جزائري مرتين،
اصبح يعني في نحاه مكتب حتى المتنازل بلادي. في النقاش مع يوسف البلايدي. صحيح صحيح اليوم تشوف يعني ان تطور المنتخب يتطور ب يعني كما يقولوا لها لويوتي، يعني بالوالا لويوتي تاع جمال بن ماضي، هي من استطاعت تعطي روح جديده منافسه كبيره في منتخب بطل افريقيا وبطل العرب تقريبا. يعطي كل حد حقه. بالعملي علاش ما لعبش البارح؟ بالعملي عنده اصابه ولا شنو بالضبط؟ لا هي كان فيه كلام عبر مواقع التواصل، وانت تعرف ان في بعض الاحيان مواقع التواصل تزيد عليها شويه ويعني بالك يخلقوا مشكله، ويا ما كان حتى مشكله. جمال بالعملي لعب ثلاث مباريات في ظرف اسبوع، والمباراه الاخيره لعبها يوم قبل المباراه، يعني من المحال انه حتى يحطوا في دكه البدلاء. مع نادي هاي كان يحتاج فوالا بوكو بليس ساتيراسيون خويا اسلام، على بالك تلحق لا ساتيراسيون راك انت بعد لما تكون ساتوري ما تقدرش. ولو انه حتى بونجاح لعب مع ناديه ولعب البارح. لا مش كيف بونجاح ما لعبش. روح شوف برك، روح شوف بغداد المباراه اللي لعبها دائما كبديل. دخل الاحتياطي صحيح هاي مرتين او ثلاث مرات احتياطي، ولكن جمال كمل كل المباريات. دونك سي جيستيون دو طون، يعني هي تسيير لوقت لفئه حجم السائل اللعب. اليوم ما تقدرش تغامر بلاعب يلعب رابع مباراه على التوالي في ظرف 8 ايام ولا 9 ايام، ممكن تصير له اصابه. وتعرف جمال بن عمري ركيزه في المنتخب، سواء كان صاحبيه الميدان او انكادر في المجموعه. يعني مومن نعرفك ذكي، الغايه من سؤالي حبيت نعرف اسكو بدراني نجم يكون موجود في الكان ولا لا، وانت نعرفوك ايضا مطلع على الكواليس، نجم يفك بلاصته بدران الجمال ولا صعيب صعب؟ انت قراءتك شنو؟ انا والله بكل صراحه شفته البارح مع عيسى بوندي، نظن ان بدران ذاهب ليبدا كاس افريقيا، ولكن حذاري في حصص تدريبيه اخي اسلام، بقات حصص تدريبيه في الدوحه، وتعرف انه تاجل التنقل الى دوله بسبب بعض ظهور بعض الفحوصات بي سي ار كشوف كورونا ايجابيه، تاجلت الى يوم السبت ان شاء الله. وتعرف ان جمال بن عمري هو مبدئيا مع عيسى ماندي وسوف باي ليكيب كي قال، يعني اي هو الثنائي الاساسي صحيح. نعم ولكن بدران المره هذه قلت لك يا اسلام، هو لعب معهم الكل، لعب مع موندي، لعب مع هو قاعد ثابت صحيح. في هذه المباراه مش مقياس، ولكن عبد القادر اذا كان احسن في التدريبات الجايه ممكن هو يبدا، لانه ربما جمال بن عمري لا كيزيكو فيزيكمون، ممكن فيزيكمون مش راح يكون الطوب الطوب، وجمال مش راح يغامر. بالماضي ما يغامرش باللاعب ماهوش الطوب فيزيكمون، انت تعرف ان في دوره مغلقه كاس العالم او كاس العرب او كاس افريقيا، الجانب البدني مهم ومهم جدا. دخول حسين بن عياده اخر تقريبا 5 دقائق كيفاش كان؟ ولو انه تقريبا محسومه يعني الامور في الجهه اليمين، يوسف عطال هو الاساسي دون نقاش. يعني تبان يعني هي تبان هكا اخويا اسلام، يعني تظهر الامور تظهر لي هكا كما راك تقول، ولكن حذاري بن عياده ممتاز. ابن عياده تطور بشكل رهيب على الجهه اليمنى، اصبح تقريبا يصارع اللاعب يوسف عطال الذي كان في الشوط الاول تائها نوعا ما، ثم بدا يسترجع لياقته، وبدا كان يبحث على ملامح مع ادم الناس وكذلك ابراهيمي وزروقي على الجهه اليمنى. يعني لما ابراهيمي يجي ينشط اللعب على الجهه اليمنى، شفنا انه ربما في 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 في, 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 في تكتيك 4-2-3-1 كان عنده بعض يعني ديفيكولتي، بعض الصعوبات اللي هو يحب المساحات يوسف عطال، فهمني؟ يحب ياسر المساحات، وادم الناس يلصق في لامين، دونك كيكونوا كاد دي تروا تمشي هكا ليليي ولا الكسونطري يقعد ديما في لالين دو توج، وهذا الشيء ما يساعدش كثير يوسف. ولكن في الشوط الثاني لما دخل بولاحيه ولينا ب 4-3-3 تقريبا، اصبح يوسف حاسم ودار تمريره حاسمه، يعني نقدر نقول هدف سجل هدف لو انه المدافع ضد مامي. نعرفك مطلع على الكواليس، خلينا نستغل وجودك معنا. مو من نسالك على وجهه البلايلي وين باش تكون؟ والله بصراحه اليوم انا الاخبار اللي عندي وعنده كانت عنده بعض يعني التيشيرت في فرنسا وكذلك في تركيا، ولكن حذاري الدول الفرق الخليجيه تريده كذلك، هناك العين، هناك السد الذي يريد ضمه مع بغداد والدحيل. اذا اليوم بغداد اذا بغداد يوسف اذا كان حاب يعني تكون بلاصته
100% في المونديال عليه حسن الاختيار. هو في تصريح أنا سابق يحوش مؤمن، في هو في تصريح أخوي. سابق قال وجهته باش تكون 100% اوروبيه، فما حاجه تبدلت من صعب وقتها، جدا من وقتها حتى اسلام اليوم؟ خويا نرد عليك بسؤال بسيط وبسيط، لا فقط صعب سؤالي، الانديه سؤالي الاوروبيه سؤالي اليوم. فقط، فما حاجه تبدلت من من وقت التصريح هذاك اليوم والا نفس اكيد التوجه؟ اكيد 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 من الجانب المالي يا اسلام، انت تعلم ان الانديه الاوروبيه اليوم مش دير بلاعب يجيها لو 6 فيفريي ولازم يقعد سمانه ولا 10 ايام يفكهم كي لو 6 فيفريي واش يدير بيك حتى للمنظمه تحبس الشامبيونه ولا جوا فهمني. يتسمى كما يقول لك رياضي، شوف المشروع الرياضي وحتى من الجانب المادي النادي الاوروبي مستحيل من اكثر من 1.2 مليون اورو، وربما يوسف يريد اكثر، اللهم ان اتفق مع نادي يعطيه المشروع الرياضي، يعني يعطيه دي كارونتي بور جو، يعطيه ضمانات باش يلعب، لان حذاري رجوع يوسف، رجوع ياسين ابراهيمي وتالق بن رحمه وتالق بولايه قد يجعل يوسف ليلي في اون ديفيكولتي لو ما يلعبش في نادي كبير في اوروبا. تصور راح يلعب في مارسيليا وما ادريش يعني مونبيليي وتروح مكانته ما يلعبش، صحيح يقدر ما يعيطوش جمال بن ماضي، صحيح ها والحساب وينه. ولكن من الجانب الرياضي انا اظن ان يوسف ليلي ربما اقول لن يخرج من قطر، هذه اخر الاخبار، وقد تتغير لان الميركاتو مازال مفتوح حتى 31 جونفي. باهي، كيفاش تشوف ممكن كاعلامي حظوظ المنتخب التونسي في البطوله؟ كيف تشوف الاعلام الجزائري، الجمعيه الجزائريه تشوف المنتخب التونسي منافس جدي على اللقب والا بعيد شويه مستواه، خاصه المنتخب التونسي ما عندوش نجوم كبيره بارابور المنتخبات الاخرى كما الجزائر عندها محرز، ماني في السنغال، صلاح في مصر، لكن المنتخب التونسي يقال انه عنده مجموعه ممتازه، شنو رايك انت؟ والله بكل صراحة أنا من يستسخر ويقزم تونس لا يعرف شيء في الكرة الإفريقية بكل صراحة، يعني والله يعني بدون شعبوية ولا كما يقول كون فوجيت با دي فلور نهضر كرة قدم. تونس خويا العزيز أنا من بين المرشحين أنا اللي شفتها، يعني رشحتها في كأس العرب تشفى إسلام لما دخلت معاك، قلت لك تونس ممكن تروح تدي الفينال، خسرت مع الجزائر بتعداد مميز من الجزائر كذلك، هكذا عملوا. كنا خير منكم، كنا افضل منكم على 90 دقيقة. 90 دقيقة لا، في بعض الاوقات احسن منا صحيح، انا بكل صراحة والله كنت نفضل مصر لان تونس، انا ما نحبش نقابل تونس في الفينال بكل صراحة، لان تونس عندها لعب سبيسيال مع الجزائر، سبيسيال حبيت ولا كرهت، عندهم طريقة ينجحوا بها، ولكن نظن انا والله اعلم الكبير حاب يدي لا فينال افيك باناج، يعني جوجو ندوميني ونربح، هذه اللي دارت عليه، تصور لو العارضه اللي دخلت الاولى يعني في النهائيات اللي يسجل الاول يكون عنده حظوظ كبيره. تصور لو العارضه اللي ما شاف فيها شيء رئيس البولحي تسجل ماتش اخر هاي. ها تصور في الشوط الاول هكا صحيح، هاي يكون ماتش اخر معناها ايه، راح يكون راح تكون مباراه اخرى، هاي بالضبط مباراه اخرى صدقني. ولكن احنا نحبه ولا نكرهه، اليوم منتخب التونسي منتخب محترم لعب نهائي كاس العرب وعنده لاعبين مميزين راح يجوا العيدون نظن معاكم ياك انت الخضري زيد الى ذلك سخير يكون بالضبط اي اخلاص اسلام دوك هي دي رونفور كيما لما علاش ما تكونش تونس وعلاش ما تكونش هي مرشحه للذهاب بعيدا، خلينا نقول ذهاب بعيدا، ولو انه التراش كما شفت انت في بعض المنشورات تاعك شويه متشائم اسلام على جال التراس تاع ديزيام تور يعني للرواق اللي ياخذوا تونس. اي صعيب. ونظن انه اي ولكن صعيب انا معاك، ولكن كاس افريقيا يا اسلام تعلم جيدا ان الباركور تاع الجزائر في 2019 غينيا كوت ديفوار نيجيريا وثم بعد السنغال. يعني منتخبات قويه. صحيح. تتلعب في نهائي كاس افريقيا ولا ما نظنش ان تونس راح يعني انا ضمن رغم المشاكل اللي صايره مع المدرب والخيارات والمشاحنات هذه اللي ما تديش بعيد على كل حال، هذه الخطابات التي لا توحد بل تفرق اكثر مما توحد المنتخب، نظن ان تونس بحاجه لهدوء وتركيز، عندك المساكني ما شاء الله سي ايماجين مساكني يلعب كما لعب الديمي فينال والفينال في كاس العرب. مساكني عنده كوفيد ما يمكن ما يخلطش على المقابلات الاولانيين. داكور ممكن ما يلحقش من الاول. ممكن ما يلحقش من الاول اي. معليش ولكن يبقى ركيزه اساسيه يدعم الفريق والمحترم الكل يحترمه ويدفع المجموعه للامام، هذا هو الصح. ولكن تقول انت باللي تونس ما عندهاش لاعبين ولكن عندها روح مجموعه قويه وشفنا ذلك،
تفتح لي بال اللي شفناه في مباراه الوديه امام الجزائر في رادس هكذا. ايوه. وحاني بالي شفناه في كاس العرب لاعب اخر. شكون باش يهز الكوب دافريك؟ شكون باش يهز الكوب دافريك مومن؟ نعم. شكون باش يهز الكان؟ شكون باش يهز اللقب؟ اوف الجزائر فيها السنغال يعني الثنائي هذا بكل صراحه نفس الاستعداد تقريبا نفس الطاقم الفني واحد ما يكذبش على روحه. في الجزائر فيها السنغال كامرون منظم الدوره حذاري كامرون لاعبين ممتازين جيدين. بعد تجي نظل تونس اكيد تونس نرشحها. نيجيريا بدرجه اقل وحذاري حذاري من كذلك المنتخب المصري يا اخي. نيجيريا بلاش اوسيمان. نيجيريا بلاش اوسيمان لاعب نابولي اكيد. نيجيريا ما يعني انا بالنسبه لي نيجيريا ما راهيش يعني قبل مصر. نظن مصر اقبل نجم نفوتها اقبل من نيجيريا بكل صراحه. واضح. شكرا ليك مومن، سعيد جدا بتدخلك معنا. يعطيك السلام وسلم لي التوانسه كل خوتنا وربي يحفظك. اكيد باش تكون لنا تدخلات قادمه في الكان. افيك كون بليزير خويا ربي يعيشك السلام. الله يخليك. تيجور ان بليزير والله. شكرا ليك زميلنا.